السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتكلم عن تجربة أحد المنصرين اللي حاول يبشر بعض المسلمين بالدعوة للمسيحية، لكنه واجه فشل ذريع بسبب الأسلوب اللي اتبعه. المنصر ده لجأ لأسلوب قديم قوي، حاول فيه يقنع المسلمين بأن المسيح بيحبك وبالتالي لازم تقبل المسيحية. لكن هل الأسلوب ده فعلا بيقنع حد؟ الحقيقة إن المسلمين اللي أمرهم ربنا بالتفكر والتدبر وخاصة في أمور العقيدة مش ممكن يقبلوا دعوة سطحية كده بدون ما يبحثوا ويفكروا. ومش بس كده، النهاردة هنوضح بالدليل القاطع وبالرجوع لنصوص من الكتاب المقدس نفسه إن فكرة محبة المسيح المطلقة للجميع مش بالصورة اللي بيحاول بعض المبشرين يوصلوها. هنوضح لحضراتكم ازاي ان المنصرين مش بيقروا نصوصهم بعناية او مش فاهمين مضمونها، وهتشوفوا بنفسكم ازاي المسلمين بيقدروا يدافعوا عن عقيدتهم بمنتهى العقلانية والمنطق بعيدا عن الشعارات العاطفية. تابعونا للنهاية عشان نكشف الحقائق ونوضح الصورة الحقيقية. اخوك اسمه وليد، مسيحي مصري. مسيحي؟ اه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر المسيح اكبر يا ولد. الطبيعه والفطره خلت الشاب الصومالي يقول الله اكبر، فيرد عليه المنصر ويقول له المسيح اكبر يا ولد، علشان هو حافظ مش فاهم ان اعتقاده بيقول ان المسيح هو الله، فمن الطبيعي يسكت ويعدي الأمور، بس هو كل تركيزه يجيب سيرة المسيح، فقال له المسيح أكبر. لو كان المسيح أكبر ما كانش سمح لبشر إنهم يتفوا في وشه. لقيت إني كنت تقريباً في سن ابتدائي، وكان عندي واحدة صاحبتي في الكنيسة كانت دايماً لما يقولوا لنا صلوا مع بعض كانت تصلي كده: يا رب شكراً إنك قبلت إنه يتف عليك وتتصلب علشاني. حقيقي أول مرة سمعت منها الصلاة دي كنت مستغربة قوي اللي بتقوله، وكنت أول مرة أخد بالي إنه إتهان قوي كده، علشان عايزين نتعلم إن في كل مرة نصلي فيها نبقى بنشكره بنفس الصلاة اللي كانت صاحبتي بتصليها، ونقول له شكراً شكراً إنك قبلت إنه يتف عليك وتتصلب عليك. وفي دليل ونص صريح في إنجيل يوحنا المسيح بيعترف فيه إن الله الآب أعظم منه. الآية بتقول في يوحنا 14:28، لو المسيح بيقول لتلاميذه لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون إني أمضي إلى أبي لأن أبي أعظم مني. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون إني أمضي إلى أبي لأن أبي أعظم مني. النص ده واضح جدا وبيوضح على لسان المسيح ان الله الاب اكبر منه، وده بيتناقض مع فكرة ان المسيح هو الله او الاعظم. مو اكبر والله، المسيح يستجيب الصلاة. لا يا رجال، صدقني يستجيب الصلاة وبيحبك يا رجال. عليه السلام المسيح، عليه السلام ده منه السلام، ده هو ملك السلام وإله السلام، بيحبك. هذا مو الله، بيحبك. أنا كمان بحبك. أنا بحبك. مسيح؟ أنت مسلم ولا مسيح؟ أنا مسيح. مسيح؟ أنا مسلم. ويلكم. عادي عادي، أنا أحبك. أنت مسلم أنا أحبك. إيه نحن أخوان كلنا. أنت أنت فكر أنا زعلان؟ أنت مسلم أنا فرحان، أنت أخويا أنت حبيبي. المسيح يحبك، المسيح يريد خلاص. أنت بتقول إن المسيح بيحبك وإنه بيحب كل الناس، وبتحاول تروج الفكرة دي للمسلمين على إنها أساس الدعوة. لكن لو رجعنا للأناجيل نفسها هنلاقي إن المسيح ما كانش دايماً بيظهر المحبة اللي بتحاول تنشرها، وده مش كلامنا، دي نصوص واضحة من الكتاب المقدس بتبين جانب من شخصيته، ورسالة مليانة تحدي وصرامة وشروط مش بالبساطة اللي بنسمعها. مثلاً في إنجيل متى المسيح بيقول: لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها. يعني المسيح بيأكد أن رسالته مش للسلام، بالعكس فيها سيف وتفرقة. وكمان في إنجيل متى لما جت امرأة كنعانية تطلب منه شفاء لبنتها، رد عليها وقال لها: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب،
المسيح شبهها بالكلاب لأنها مش من بني إسرائيل، وده كان كلام حاد حتى لو ساعدها في النهاية. هل ده حب غير مشروط لكل الناس من غير تمييز؟ كمان في إنجيل لوقا بيقول: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. Too much. شو يا رب؟ إذا بدنا نمشي وراك بدنا نبغض بينا وأمنا وخينا وإختنا وحتى أنفسنا لحتى نكون تلاميذك؟ معقول يا رب؟ مش معقول طبعا تكون دي تعاليم إله محبة وبيحب كل الناس. المسيح بيطلب البغض والكره كشرط علشان الناس تتبعه. لو كان بيحب الجميع وبيطلب محبة عامة، ليه يكون في شرط زي ده لتلاميذه؟ وكمان في إنجيل يوحنا لما طرد التجار من الهيكل: فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم. الموقف ده بيبين ان المسيح لجأ للقوة والعنف، وده مش معناه تسامح ومحبة مطلقة لكل الناس زي الصورة اللي بتحاول تروجها. وفي مواقف تانية في العهد الجديد، زي لما قال الكتب والفريسيين في انجيل متى: ايها الحياة اولاد الافاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ تشبههم بالافاعي وتهديدهم بجهنم ما فيهوش شفقة او محبة. ففكرة ان المسيح بيحبك حب غير مشروط ده كلام مش دقيق، حتى بناء على الأناجيل نفسها. المسيح كان عنده شروط وصرامة وغضب تجاه مواقف وأشخاص معينين، مش محبة عامة مطلقة. ما بعرف، بس المسيح هو الله، هو الله. لا غلط، هو الله. صار في صورة إنسان، إنسان عادي يأكل يشرب يخش التوليد عشان يخلص كل البشر، عشان يموت بدل أنا وبدل أنت. لم أقل يوما إنني إله، ولم أطلب العبادة لنفسي، بل كنت دائما أدعو لعبادة الله الواحد. في إنجيل مرقس قلت: أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. هذا النص يتحدث عن أساس الدين الحقيقي والعبادة الصحيحة، وهو توجيه للناس لعبادة الله وحده. هذه الوصية تعتبر قلب الشريعة اليهودية، وهي تعرف بشهادة الإيمان اليهودية شماع، التي يقولها اليهود في صلواتهم اليومية. هي دعوة صريحة لتوحيد الله والتركيز على أن الله هو الرب والإله الوحيد. في هذا السياق كنت أؤكد على أن الله هو الكائن الأعلى، وهو الذي يستحق العبادة والتقديس وليس أنا. أنا دائما كنت أوجه الناس إلى عبادة الله، وأكدت في تعليمي أن الله هو الإله الوحيد الذي يجب أن يعبد. في إنجيل لوقا، عندما جاء الشيطان ليجربني قلت له: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. لا لا لا، لا. هذا هو المسيح. لا لا لا، اوكي نو بروبلم. انا بعرف الله ونبي الله محمد بس. اوكي اوكي نو بروبلم، نو بروبلم. ما يعرف ثاني. نو بروبلم. الدنيا كلها انسان. انت اخ انا، انت حبيب انا، ما فيش مشكله. انت ليد مساعده، انت انا اسكن هنا. انت ليد اي شيء، انا 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 احب انت، انا احب انت، المسيح يحب انت. ثانك يو، ثانك يو بلاس، ثانك يو. هللويا، سلام ونعمة. أهلا 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 أهلا. مرحب 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 مرحب. شباب صغير مندفع شوية ومتعصب شويتين، من أفريقيا، من الصومال، من الصومال، بس متعصبين. بس المحبة برضو بنعرف ان ايه، نتكلم اي حد مهما كان اللي قدامي شرس، هم عندهم شراسة شوية. الشباب الصوماليين احرجوه وقالوا له: ما بنعرف الا الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: نو بروبلم، ما فيش مشكلة. وبعد كل ده بيقول له المسيح يحبك انت. ولما مشيوا قال عليهم متعصبين ومندفعين، وفي لحظة المحبة اختفت تماما. وبعد كده بيقول: بالمحبة نعرف نتكلم مع أي حد. الكلام ده
تقول شعب الكنيسة هيصدق على طول من غير تفكير، أما المسلمين بقى صعب تقول لهم الكلام ده اللي بتضحكوا بيه على عقول النصارى البسطاء. ولما فشل مع الشباب الصوماليين قال يمكن الكلام ده مش هيقبله الشباب، فلي سيدة مسلمة ماشية في الشارع فقال لها نفس الكلام: يسوع بيحبك يا ست الكل. المسيح بيحبك يا ست الكل، المسيح بيحبك جدا، المسيح يسوع بيحب كل المسلمين، انا كنت مسلم وهو افتقدني. المسيح اله حلو بيحبك، المسيح بيحبك. انت بتبص قوي كده ليه؟ المسيح اله حلو، ده على اساس ان في اله وحش يعني؟ المسيح، معلش مسيح، انا من بعيد ما بسمعش. مفيش فرق، لا بس انا عايز اقول لك ان المسيح هو الاله الحقيقي. في انجيل يوحنا قلت: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذا النص يظهر بوضوح أن هدف رسالتي هو توجيه الناس لمعرفة الله كالإله الحقيقي الوحيد. لا إله إلا الله، ما هو لا إله إلا الله، ده هو المسيح بيحبك برضه. أنا كنت مسلم زيك كده وهو نور عليا وعرفت الحق، لذلك أنا أتبع الحق. بس حاجه زي كده بقى تنفض رجلك زي ما المسيح قال، تنفض رجلك. هي وقفت عشان تقول لي ما فيش فرق، لما قلت لها المسيح الله الحقيقي سابتني ومشيت. المهم ان الست قالت له لا اله الا الله، قال لها لا اله الا الله هو المسيح، وما يعرفش ان عباره التوحيد صيغه اسلاميه خالصه، وده دليل على جهله. وبرضه بيدلس ويقول أنا كنت مسلم، لأنه كان معتقد إن لما يقول أنا كنت مسلم واتنصرت المسلمين هيتأثروا بقى ويسمعوا له. في الحالة دي تنفض رجليك، وصلت أنت الكلمة وخلاص، اللي يقبل يقبل واللي ما يقبلش هو الخسران، هم الخسرانين وأنا مش عايزهم خسرانين. أنا عايزكم كسبانين، بحبكم وعايزهم كسبانين، بس أنتوا اللي رافضين. لكن المسيح يفتقدها، يا رب زورها انت، انا ما عرفتش اوصل لسارتك يا رب. علشان فشل في تدليسه بدأ يبكي على خيبته، واعترف انه ما عرفش يوصل رسالة الكذب والضلال والغش والتدليس، ونسي ان غيره كان اشطر، لان ابو زكريا اعترف قبل كده بصعوبة التنصير للمسلمين. عشان يبشر المسلمين فلما لقوا الابواب مغلقه مع المسلمين وكانهم بينحطوا في الصخر، الابواب مغلقه مع المسلمين وكانهم بينحطوا في الصخر. وده اعتراف ان التبشير مع المسلمين كمان ينحط في الصخر. تعبير النحت في الصخر ده معناه ان الموضوع محتاج مجهود ضخم جدا، وفي الاخر ممكن تكون النتيجه مش مؤثره، زي ما الصخر ماده صلبه جدا ما بتتشكلش بسهوله، كده بالظبط المسلمين في نظره ثابتين على دينهم، وعلشان نقنعهم يسيبوا الإسلام أو يغيروا عقيدتهم ده شيء صعب جدا. كلامه بيوضح إن في نوع من اليأس أو الأحباط من إنه يقدر ينجح في التبشير مع المسلمين زي ما ممكن ينجح مع ناس من ديانات تانية، يعني شاف إن التبشير مع المسلمين مش بيجيب النتيجة اللي كان متوقعها. لكن المنصر الفاشل ده اخترع اسلوب تاني للتنصير هيكسر الدنيا، وهو التنصير بالهتاف: يسوع يسوع جيسوس يسوع يسوع، لك المجد والكرامة والعزة والسلطان يا صاحب البهايا يسوع يا مسيح، هللويا هللويا، ليك العزة ليك المجد. اوعى تستسلم للضعف، اوعى تقول انا ضعيف، اوعى تستسلم للفشل، انت اقوى من المنتصر، انت فيك قوة الله، الله ساكن فيك، الروح القدس ساكن فيك. يبقى لك انت مسخره.